كيف أقول بالإنجليزية كان قادرا على؟ قولي was able to أو was able to. استعمليها فقط مع الضمائر المفردة I بمعنى أنا, he بمعنى هو, she بمعنى هي, it بمعنى هو أو هي, لكن لغير العاقل نقصد هنا الحيوان أو الجماد. سنأخذ بعض الأمثلة لتفهمي أكثر. I was able to read fluently at the age of two. كنت قادرة على القراءة بطلاقة في عمر السنتين. Beethoven was deaf. بيتهوفن موسيقار المشهور كان أصم لا يسمع. He was able to compose the greatest classical music. كان بإمكانه تكوين أجمل المقاطع الموسيقية العالمية الكلاسيكية. هيلين كيلر was blind and deaf. هي كاتبة أمريكية هيلين كيلر هذه كانت عمياء وكانت صماء. She was able to write books and lecture at university. كان بإمكانها أن تكتب الكتب وتحاضر في الجامعة. هابل سبيس تلسكوب was launched in 1990. هابل هو اسم تلسكوب أرسلته وكالة ناسا للفضاء الخارجي في 1990. It was able to observe stars for 31 years. كان بإمكانه مراقبة النجوم والكواكب والمجرات وكل ما يوجد في الفضاء الخارجي ولمدة 31 سنة كاملة. لاحظي أنه بعد was able to الفعل يكون دوما في صيغة the infinitive form بمعنى أن الفعل يكون غير مصرف. قلنا read, compose, write, observe كلها أفعال غير مصرفة. كيف أقول لم يكن قادرا على؟ قولي was not able to أو wasn't able to. واستعمليها أيضا فقط مع الضمائر المفردة أو ما يعوضها من الأسماء المفردة. بإمكانك استعمال unable to بدلا من wasn't able to. The Security Council was not able to restore order in the Middle East. It was not able, or it was unable to restore order in the Middle East. مجلس الأمن لم يكن قادرا على استرجاع الأمن أو النظام في الشرق الأوسط. My daughter was not able to learn the multiplication table. She was not able to learn the multiplication table, or she was unable to learn the multiplication table. بمعنى ابنتي لم تكن قادرا على تعلم جدول الضرب. Trump was not able to convince people vote for him. He was not able to convince people vote for him. Oh, he was unable to convince people vote for him. Trump لم يكن قادرا على إقناع الناس بأن ينتخبوه. I was not able to go on a diet to lose weight. I was unable to go on a diet to lose weight. بمعنى لم أكن قادرة على عمل حمية لفقدان بعض الوزن. كيف أقول كانوا قادرين على؟ قولي were able to. استعمليها فقط مع الضمائر التي تشير للجماعة أو ما يعوضها من أسماء الجمع. The Sumerians were able to control great river. They were able to control great river. السومريين كانوا قادرين على التحكم في نهر عظيم. لو تكلم أحد المصريين القدامى عن إنجازاتهم لقال لكم The Egyptians were able to mummify the dead bodies أو We were able to mummify the dead bodies بمعنى نحن كنا قادرين على تحنيط الأجسام الميتة. You were able to maintain peace in the world بمعنى أنت أو أنتي كنت قادرا على الحفاظ على السلام في العالم أو أنتم أو أنتن كنتم قادرين على الحفاظ على السلام في العالم. وكيف أقول لم يكونوا قادرين على؟ قولي were not able to أو weren't able to. استعمليها أيضا مع الضمائر التي تشير للجماعة أو ما يعوضها من أسماء الجمع. We were not able to excel in the air walk sport. Oh, we weren't able to excel in the air walk sport. Oh, we weren't able to excel in the air walk sport.
بمعنى لم نكن قادرين على التميز في رياضة المشي في الهواء. Ancient people were not able to overcome the barbarian attacks of the Mongolians. أو they weren't able to overcome the barbarian attacks of the Mongolians. أو they were unable to overcome the barbarian attacks of the Mongolians. الشعوب القديمة لم تكن قادرة على مواجهة الهجومات البربرية للمغوليين. You were not able to withstand the previous hardships successfully. أو you were unable to withstand the previous hardships successfully. يو هنا معناها أنت أو أنتي، الشخص الذي أخاطبه، أو أنتم أو أنتن، الجماعة التي أخاطبها. هل أستطيع استعمال كود بدلا منهم؟ أكيد بإمكانك فعل ذلك، لكن مع فارق بسيط في المعنى. إذا استعملتي able to فهذا يعني أنك كنت قادرة على فعل شيء غير اعتيادي، تعبت واجتهدت كثيرا حتى نجحت في تحقيقه. إذا قلت could وهو ماضي الفعل كان فهذا يعني أن ما فعلته شيء عادي وفي مقدور أي إنسان آخر فعله. استعمل could مع كل الضمائر، نفيها هو could not أو couldn't. أمثلة: You could improve your pronunciation using online lessons. I never thought I could have a YouTube channel. They couldn't eat all of that food. We could have horse riding sessions at that school last year. She couldn't resist the delicious cake. At 6, I could count up to 10 easily.